بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلبة، في هذه المحاضرة إن شاء الله سوف نتطرق إلى موضوع جديد من محاضرات البي ال اس كيو ال باستخدام مراكب. طبعا محاضرتنا لهذا اليوم هو عبارة عن كونسبت مهم جدا في البرمجة، ألا وهو الاكسبشن هاندلنج. من خلال هذه المحاضرة سوف نتعرف على كيفية بناء وتعريف البي ال اس كيو ال اكسبشن، كيف نعمل ريكوجنايز اند هاندل اكسبشن، ليست يو ديفرنت تايب اوف بي ال اس كيو ال اكسبشن هاندلرز، تراب ان انتسيبيتد ايرورز، ديسكرايب افكت اوف اكسبشن، النستد بلوك، ونعمل كاستمايز مسج في حاله انه احنا بدنا نعمل اكسبشن معين. نبدا على بركه الله. لو نظرنا الى هذا البرنامج، طبعا هنا بعرف لاست نيم، بيجن سيلكت اللاست نيم انتو last name from employees where the first name equal to، يعني انا بديله اسم الموظف الاول بيرجع لي اسم الموظف الثاني. سوف نطبق البرنامج هذا ونشوف وين بيطلع الايرور، وين بكون احنا محتاجين اكسبشن. لو جبنا هذا المثال وخدناه على البي ال اس كيو ال على الاتش ار سكيما، وعملنا لصق كده، طبعا هنا بدي احط الاسم، خدناه جون، نحط ايش اند بالشكل هذا، الفيرست نيم، الفيرست نيم مثلا، وعملنا له ايه ران، فبقول لي ايش الفيرست نيم، قلت له ايش جون، فرجع لي ايه error exact feature fear more than requested number of row. طيب لو انا حطيت هنا ادم، فبقول لي الجون، انا طبعا هان جون ملوش اسم، هنا صار عندي اسم هنا ادم، لانه الفيرست نيم هنا لو انا حطيت concatenation بالشكل هذا first name concat مع هذا بالشكل هيك، وعملنا له run، قلت له ادم، first name must be declared، مش معرف هو هنا انتو ال نيم فيرست لاست نيم انتو فروم وير الفيرست نيم ايكوال فيرست نيم، هذه هنا يعني اللي كان المفروض هنا اللي يصير لما عملنا ران هنا وكتبنا ادم، فهو رجع لي اللاست نيم فريب، لما حطينا جون وطلع لي هو هذا ايرور. طبعا في هيك حاله يعني بيكون عندنا الايرور العميل ما بيفهمه، لانه طلع ايش بيقول لك هنا 014400 نو داتا فاوند. طب كيف يعني انه فيش عندي فيرست نيم ايكوال جون لكن ادم موجود؟ تمام، فهيك حالة لو احنا جينا للبيانات الموجودة عندنا، هاي الامبلويز، ورحنا للداتا ورحنا رتبناهم صورت حسب الايه الفيرست نيم السندين، موافق، هاي ادم موجود لكن جون مش موجود، جون موجود اثنين او ثلاثة اسمهم جون لكن جين واحد. فهنا ايش بقول لك الايرور اللي طلع؟ بقول لي انه no data found او too many rows. لو احنا عملنا هنا run جون ريتيرن، طلع فيش ريتيرن مور ذان 1 ريكويست نمبر اوف رو، هذا ايرور.
احنا كان المفروض احنا نعالج هذا الايرور، وكيف نعالجه هو هذا موضوع الاكسبشن. فاحنا كان المفروض نعمل بالشكل هذا، نقول اكسبشن سكشن جديد، وين ناخذ الايرور مثلا تو مال ايرور او نو داتا فاوند، ذن نقول له داتا بيز مانجمنت سيستم اندرسكور اوتبوت اندرسكور اوتبوت دوت بوت اندرسكور لاين، نقول له هنا الرسالة اللي انت بدك اياها. هنا نقول يوجد اكثر من موظف بهذا الاسم بالشكل هذا. او انا نكتبها بالعربي نكتبها بالانجليزي. انا ايش في عندي؟ طبعا الاند هذه هتبقى ايه بعد هذه. انا يوجد اكثر من موظف بهذا الاسم. هاي جون شوف البيانات اللي هنا جون، اديت الفيرست نيم جون، كنترول ران جون. المفروض لاست نيم انتو لاست نيم فروم وير اللي ايكوال، لو قلنا انا جون جاء اكثر ايش من واحد. نو داتا فاوند، لو احنا رحنا جبنا كتبنا بالشكل هذا طلع. نمسح هذه، عمل هران في جنرال وان رو. طيب لو كتبنا ايمن وعملنا ران، ايش بقول لك؟ يوجد اكثر من موظف بهذا الاسم. هيك صار عندنا ايش؟ ايرور بيطلع بشكل واضح، يوجد اكثر من موظف بهذا الاسم، وبطلت تطلع الايرور اللي موجوده عندنا بالأول. هذا هو مفهوم الاكسبشن. هنا طبعا بيقول لك وين تو ماني رو، يعني لما ترجع يو سيلكت ستيتمنت ريسيف مالتيبل رو، لما بيطلع اكثر من رو في السيلكت، يعني هذا بيطلع اكثر من لاست نيم بدك تحطه في سنجل فاريبل. طبعا بيقول لك هنا الهاندلنج اكسبشن وذ بي ار اس كيو ال، اكسبشن از ان ايرور بي ار اس كيو ال ذات از ريست ديورينج بروجرام اكزيكيوشن. يعني انت ما بتقدر تعرف ليش، لانه لو احنا كان عندنا الايرور طلع انت رحت كتبت ايه انا بيجن حطيت دبل ان تعمل ران بيطلع لك الايرور هذا، بتشوفه بتعرف سنتكس ايرور، لكن هنا كان الايرور سيمانتيك ايرور. تمام، ان اكسبشن كان بي ريست امبلسيت لباي اوراكل، في عندنا نوعين اكسبلسيت لباي بروجرامر. يعني انت ممكن في عندنا حاجه بسموها بري ديفاين ايرورز، اللي هي الاخطاء اللي هي بتكون معرفه لاوراكل واوراكل عارفاها، وبكون كل ايرور له كود. واكسبلسيت اللي انت ممكن تعرف An exception can be handled by trapping with handler or by propagating it to calling environment. يعني انت بتعمل propagate له للcalling environment، يعني انت بتعرف له trapping. نيجي هنا نشوف كيف الاكسبشن. exception بيعمل raised. Is the exception trapped؟ لو لقيت الاكسبشن yes بيعمل execute statement in exception section وبتعمل terminate عادية. No بيعمل terminate بالحال وبروباجيت the exception، بيطلع لك ايه exception انت ما بتعرفوش. تمام؟ طبعا عندنا نوعين، نرجع بنقول في عندنا بري ديفايند اوراكل سيرفر اكسبشن هو بسيستم، وفي عندنا نوت بري ديفايند اوراكل سيرفر اكسبشن. هذول كلهم بيطلعوا ايه بالسيستم، يعني انت ممكن تعرف النون بري ديفايند بتعرفهم، والبري ديفايند اللي لهم ارقام وعرفاهم اوراكل مسبقا بينهم اسكيو، واليوزر ديفايند اللي انت بتعمل هنتعرف عليهم واحده واحده.
طبعا الاكسبشن بنكتب اكسبشن سيكشن وين اسم الاكسبشن اور اكسبشن 2 اور اكسبشن 3 بتحط ستيتمنت وهكذا. في عندنا وين اذرز تحط الستيتمنت اللي انت بدك اياها او الستيتمنت اللي انت بتشوف لما تطبق لما بصير عندك اكسبشن غير متوقع عندك. تمام؟ طبعا هذا الاكسبشن كي وورد وين اذر نشوف احنا انواع الاكسبشن اللي موجوده عندي. فبقول لك عندي البري ديفايند اكسبشن نو داتا فاوند هذا لما بترجعش اس كيو ال اي بيانات، تو ماني رو لما بترجع الاس كيو ال اكثر من رو بدهم يعملوا فيتش في سنجل رو، انفاليد كيرسر لما انت بتروح تحاول تستخدم الكيرسر بيكون هو انفاليد زي في حاله انه يبقى الكيرسر اوبن وتعمل له انت اوبن او هو كلوز تعمل له كلوز، هو اوريدي كلوز تعمل له انت كلوز كمان مره فبيطلع انفاليد كيرسر. زيرو ديفايند لما تقسم على زيرو، دبل فال اون اندكس، دبل فال اون اندكس لما انت بتحاول تضيف قيمه بتكون هي يونيك بتحاول تضيفها كمان مره زي البرايمري كي، بتحاول تضيف اكثر من قيمه للبرايمري كي بيمنع التكرار، فهذا بسموه دوال فال اون اندكس او دبليكيت فاليو اوف اندكس في التيبل. طبعا احنا بنعمل كيف نعمل ترابنج نان بري ديفايند، نان بري ديفايند اكسبشن نعمل ديكلير وبنعمل اسوسييت للاكسبشن مع الاورف كود اللي بسموها براجما وبنعمل ايه الاكسبشن سيكشن اللي احنا بننفذ فيه اللي بدنا اياه. نعمل الكلام هذا كامثله. طبعا احنا عندنا بيجن وهذا نحط الفيرست نيم اند اف نيم. تمام؟ نحاول نعرف اكثر من الاكسبشن. هاي نقول انا وين؟ تو many rows then بنحط الجملة اللي بدنا اياها. ممكن نقول هنا ايه لدينا او يوجد اكثر من موظف بهذا الاسم. ربما تكون مثلا وين others زين ممكن نقول له هنا الرجاء الاتصال بمطور النظام وهكذا. اذا احنا بنعمل ران حيقول لك هنا يوجد اكثر من موظف بهذا الاسم. لو احنا كتبنا هنا اي اسم ثاني نقول له انا ايمن نوران يوجد اكثر من موظف بهذا الاسم. نعمل هنا run statement نقول له انا انت خليه يقرا نقول له ايمن يوجد رجاء الاتصال بالمطور يوجد اكثر من موظف بهذا الاسم. last name into last name from employee where first name equal first name when no data found no when data found no data found لا يوجد لا يوجد هذا بنقول احنا لا يوجد لدينا موظف بهذا الاسم جون يوجد اكثر من موظف بهذا الاسم ايمن لا يوجد لدينا موظف بهذا الاسم. ممكن تحط انت هيك لا يوجد لدينا موظف بهذا الاسم. تمام؟ اي خطا ثاني ممكن يطلع عنده انت ممكن تعبيه بشكل ثاني. طيب نشوف نعمل احنا هنا في حاجه بسموها بري هنا نون بري ديفايند اكسبشن. نون بري ديفايند اللي هي اوراكل ما بتعرفهاش اللي هي اوراكل ما بتعرفهاش. نشوف مثال عليها بالشكل هذا. هاي بيجن خلي الاكسبشن سيكشن زي ما هو. نيجي لمين جدول الامبلويز. لاحظ انه احنا عندنا هنا كل موظف بياخذ كوميشن، في بعض الموظفين بياخذوش كوميشن، فبدي اعرف انه هذا الموظف بياخذش كوميشن، فاحنا بنروح بناخذ الكلام هذا
وبناخذ الكوميشن بشكل هذا. نعرف احنا للكوميشن في كوميشن نوعها من نوع امبلويز دوت كوميشن مكتوبه كوميشن فيرمية تايب. احنا بدنا نعمل سيلكت ها الكوميشن برسنتج انتو في كوم وير الامبلوي اي بي ايكوال اند الاي دي اللي انا حطيته الامب اي دي امب اي دي اللي هو موجود عندي تمام. وهذا ايه بدنا فروم employees تمام. وهنا ايش بدنا نطبع؟ نطبع الكلام هذا بنقول له database management system الكوميشن is نعمل كونكات لفيكم بالشكل هذا نعمل run. طبعا هذا نوقفهم هيك وهذا بنقول ايه الاكسبشن عشان نوضح الكلام هذا نعمل run اي رقم 100 طلع لك فاضل. طيب 110 101 فاضل نشوف مين الموظفين اللي بياخذوا كوميشن. مية واحد خمسة ثمانية واحد خمسة ثمانية كوميشن ثلاثة بوينت ثلاثة. طيب في حالة انه كان فاضي كيف بدي اخلي اليوزر يعرف انه هذا ما بياخذش كوميشن؟ فاحنا بنعمل الكلام بالشكل بنقول اف الفي كوم از نوت نال سكان مش نال ذن اطبع إلس ممكن نديله رسالة وأنا ايش نحط انت اف طبعا على ايه كوميشن ايه كوميشن از نال او لا ياخذ عمولة هاي 100 كوميشن از نال. احنا ممكن الكوميشن از نال نستغنى عنها ونقول نعرف احنا اكسبشن من عندنا بدل ما نحط هذا الكلام نعرف اكسبشن معين بشكل بسيط جدا بنعرف اكسبشن نال. فاحنا هنا بنيجي بنعرف اكسبشن سميه نال نوع من نوع الاكسبشن وبنقول في عند الالس بنقول له ريز كيف نعمله هذا اكسبشن النال وخلاص وبنروح على اكسبشن النال وين اكسبشن نال انت بتعرف اللي انت عاوزه نعمل database management system underscore output dot ونقول هذا الموظف او لا يوجد لا ياخذ عموله مثلا نيجي هنا اكسبشن نال بالشكل هذا. طبعا هذا ايش بده؟ اكسبشن والانت هذه بدها بنحطها بالاخر بشكل هاي 100 واصبح هذا الموظف لا ياخذ عموله. هيك احنا عملنا اكسبشن
بيختلف عن بري ديفايند اكسبشن. طيب هنا بقول لك انسيرت اكسبشن، يعني هذا الانسيرت اكسبشن انه هو بيجي يضيف، فبيطلع لك ايش انسيرت اكسبشن معين. فلما يكون عندي انسيرت اكسبشن، لما انا بعمل اضافه وكان عندي نل هنا، نكبر هذه الشاشه، اجيت انا عندي جدول اسمه ديبارتمنت، والديبارتمنت فيه ديبارتمنت اي دي، ديبارتمنت نيم. الديبارتمنت نيم هذا بكون نوت نل من الكونديشن تبعته، فهو اجى يضيف فاليو نوت نل، المفروض نل فاليو، في هيك حاله المفروض يطلع لك اكسبشن، فهو سماه انسيرت اكسبشن، وعمل حاجه بسموها براجما اكسبشن انتجر. براجما اكسبشن انتجر انه انت بتعمل اكسبشن من عندك، واداله الرقم 1400، وال 1400 هذا انت بتاخده وبتروح تربطه مع انسيرت اكسبشن معين. فصير لما تطلع الاكسبشن هذا مربوط مع الانسيرت اكسبشن، فانا بربط الرقم البري ديفايند اكسبشن بتاع اوراكل اللي رقمه 1400 هذا او ناقص 1400 مع اكسبشن انا بعرفه، فانا بقول له انسيرت اوبريشن فيلد مثلا، تمام. وهنا اس كيو ال ايرور مسج، ممكن تطلع الايرور مسج معينه انت بدك اياها. فهذا معناها انه انت بتربط الاوراكل سيرفر ايرور نمبر، يعني الايرور اللي بيطلع من عندك اكسبشن انت بتعرفه، تمام. هذا المقصود بالكلام هذا. طبعا في عندي فانكشن فور ترابينج اكسبشن، في عندي اس كيو ال كود، وفي عندي اس كيو ال ايرور مسج. الاس كيو ال كود بترجع رقم الاكسبشن او رقم الايرور، والمسج بتطلع لك المسج اللي بدها تطلع. نشوف الكلام هذا في المثال هذا. عندي ايرور كود نمبر وايرور مسج فار كاركتر، في عندي اكسبشن. بقول لك وين اذرز، نستخدم حاجه بسموها رول باك. رول باك ايش؟ بنعمل تراجع. وعندي الايرور كود بيساوي الاس كيو ال كود، والايرور مسج بيساوي الاس كيو ال ايرور مسج، واعملهم انسير انتو ايرور تيبل. هذا تيبل يعني. طب طلع كيف؟ لو اخذنا الجدول هذا واحنا عملنا، يعني بطل ما يطلع عندي كذا، خليه يطلع اي ايرور معين، نروح نعمل الجدول بشكل سريع. ايش الجدول فيه؟ نيو تيبل اسمه ايرورز، في قلبه الاي يوزر، تمام، وفي قلب الايرور كود ايرور ديت، في قلب الايرور كود، وفي قلب الايرور مسج. ايرور كود هذا بيكون نمبر، وهذا بيكون ديت، والايرور مسج هذا خليها 100 او 200، واليوزر خليه 20 بالشكل هذا، اسمه ايرورز موافق. عملنا الجدول هذا، تمام. القاعده في حاله انه احنا جينا هنا فيش عندي اكسبشن معين، نروح نعرف الكلام هذا. في عندي اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، نيجي على الايرور مسج هذا والايرور كود، عرفناهم بالشكل هذا، واخذنا اللي هو الايرور بيساوي هذا، والايرور مسج اخذناهم هذول الاثنين، نسخ قبل الاكسبشن، اقدر كده هذا نمبر ايرور كود نمبر مسج فريز نال، او ناخذهم تحت في النال، then ممكن نحط هذا begin end
الكود، الكود اخذناه نمبر نمبر مع الرفيق. اذا بدنا ناخذ هذه الكلمه الايرور كود عشان ناخذ الايرورات اللي بيطلعوا عندنا، نسخ تمام، قلنا اجي نعمل جملة الانسيرت هذه ونشوف ايش كتب معنا. فاليو اليوزر اللي انت شغال عليه سيس دي تاريخ اليوم، الايرور كود اللي عبيته، الايرور مسج اللي بتصير هنا لما بكون عندنا. نجي نعمل رن الستيتمنت هذه نقول له 100، ونجي ناخذ 158، نجي ناخذ 200، ونروح نجي على التيبل هذا اللي اسمه ايرورز. طبعا احنا بنحتاج نعمل كل مره نعمل ايه؟ كوميت. لما بصير نال بيجن بيعمل ريز بياخد الايرور كود دن دن دن. تمام نعمل هذا كمان مره، هاي 100 ايرورز مفروض ضافهم. او اي ايرور تاني with begin و end when others. اي ايرور يطلع عندي، طبعا هذا مش ايرور، فيش ايرور انا بطلع عندي، لكن لو انا دخلت اليوزر طلع كيف؟ خمس خمسات. نيجي ندخل خمس خمسات مفروض ايش طلع عندها؟ statement ignore error message invalid identifier error message. المفروض يشتغل معانا هذا. هذا اليوزر مش موجود. ايرور مسج انفاليد ايدنتيفاير ايرور مسج. هي فاليوز هيك خلاص يوزر سيستيت ايرور ايرور مسج. مباشرة others when no when others. تمام نصير انتو عملكم صلى الله عليه وسلم نص خمسات. ما علينا، المفروض هو جاب هنا وضيف يعني، لكن الايرورات اللي انا مش مستحضرها يعني، انا كان المفروض ايرور موجود، فهو بقصد انه كل مره يضيف الايرور اللي موجود في تيبل وبصير يعمل لوك تيبل للكلام هذا. اليوزر ديفايند اللي انت بدك تعرفه بتعمل ديكلير اوريز بالشكل هذا، بتروح بتحط انفاليد ديبارتمنت اكسبشن. مثلا لو انت دخلت مثلا رقم ديبارتمنت كبير فبتحط له اكسبشن معين. تمام فانا بتعرف اكسبشن مثلا اف اس كيو ال نوت فاوند دين ريز كذا. إيه نعمل ابديت، اذا كان ما عملش ابديت اذا انفاليد ديبارتمنت
اللي موجود عندي الديبارتمنت هذا انفاليد ديبارتمنت اي دي بيطلع لك نو ساتش ديبارتمنت. كيف نعرفها هذه؟ بنعرف الاكسبشن اللي انت بدك اياه، وبتعرف اللي هو الايرور مسج تبع الاكسبشن هنا، هي انفاليد ديبارتمنت اكسبشن بيجن ابديت ديبارتمنت، بقول لك اف اس كيو ال نوت فاوند، ما عملش ابديت ريز هذا وين، واعمل كذا بيطلع لك الرساله اللي بدك اياها. كلام بسيط جدا. طبعا هنا سب بلوك كان هاندل ان اكسبشن، بقول لك انه هنا ممكن تحط في السب بلوك اكسبشن معين ويطلع يعمل ريز للاكسبشن هذا برا، يعني ريز نو رو وتروح على نو رو بيعمل لك ريز وين نو رو، يعني لو كان جوا 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 الفور لوب فبيطلع الاكسبشن بيطلعك هنا اللي هو من المكان اللي انت فيه، بروح على الاكسبشن سكشن. ممكن بالبروسيجر نشوفها نعمل ريز في الانفايرمنت اللي موجود هذا، لكن هذا ما بنطبقوش الان. فهيك احنا بنكون مرينا على الاكسبشن واحده واحده. طبعا هذا بقول لك وين نو داتا فاوند ريز ابلكيشن ايرور. ابلكيشن ايرور هذه انت ممكن تطلع على مستوى الانفايرمنت اللي برا اللي بتعمل كولينج لمين، للبي ال اس كيو ال، بيقول لك بتديها من ناقص 20,000 الى ناقص 40,000 معك الايرور انت تحطه. يعني هذا بتحط الايرور، بتحط الرساله اللي انت بدك اياها. تمام، هيك بنكون تعرفنا على الاكسبشن. كيف بنعرفه؟ احنا ملخص الكلام انه احنا عندنا اكسبشن بارت. الاكسبشن بارت هذا بنعمله ريز من خلال الكود اللي مكتوب فوق. طبعا في عندي نوعين من الاكسبشن، في عندي بري ديفايند اكسبشن اللي هي معروفه من اوراكل، وفي عندي نون بري ديفايند اكسبشن اللي هو اللي انا بربطها مع الاوراكل بري ديفايند، وفي عندي اليوزر ديفايند اكسبشن اللي انت بتعرف عليه اللي هي اوراكل ما بتكونش عارفاها انه هي ايرور. زي ما قلنا الكوميشن لما بيكون بيرجع لي نل، اوراكل ما بتعد هذا غلط، لكن المبرمج برضه لازم يبقى واعي للنقطه هذه وعارف لها اكسبشن عشان ما يطلعش عند العميل اللي هو رساله ما يفهمش عليها ويكون البرنامج تبعنا مش فعال. هذا واتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.